FM. الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. يحضر بحذنا سي وجدي برجب اللي هو خبير اقتصادي. بونجور. مرحبا صباح الخير. سي توجور ان بليزير دو فينير ا كاب اف ام. مرحبا بك معنا. ديما نجي فرحان في مرحبا بك. مرحبا بك. دونك نيديا اليوم باش نحكيو مع سي وجدي على منتدى الاقتصاد الافريقي اللي صار نهار 24 و25 افريل. باش نحكيو على برشا مواضيع اخرين ولكن باش نبداو بالانتخابات ونحن توا في قلب الحمله الانتخابيه. وجدي كنا نحكيو قبيله في الاوف انه الانتخابات سي ريالمون ان ترامبلان نتاع النمو الاقتصادي ومتاع الاستثمار في بلاد. دونك شنو نظرتك اليوم للانتخابات واحنا زادا كيف كيف على ابواب المسابقه على مجال الجامعات المحليه اللي كان ما صارتش سوغيتي اون ريال كاتاستروف. ولي مازلت مش حاضره. سؤال في بلاصتو ناديه، سؤال مهم جدا خاطر بالنسبه لي انا وبالنسبه للناس الكل. الانتخابات البلديه هي نجم نقولوا معناها الساس نتاع اي ديمقراطيه والساس نتاع اي نمو اقتصادي في بلاد معينه. علاش؟ على خاطر اول حاجه الناس اللي نورمالمون نحكي انا في النظري اللي يحبوا يوصلوا ويشدوا بلايس ويوليوا معناها نائبي شعب ولا بعد يوليوا وزراء، يلزمهم يبداو اول حاجه بالتمرين هذايا اللي هو مش معناها تمرين خفيف، ما يلزمك تكسب الثقه نتاع الجهه نتاعك وتوري جدارتك في الجهه نتاعك. معناها والانتخابات البلديه هي شنو الهدف نتاعها؟ باش تجيب ناس يخدموا الجهه. شو معناها يخدموا الجهه؟ معناها يساهموا في ليسور ايكونوميك دو لا ريجيون. كيفاش؟ يحسنوا الجهه نتاعهم باش يجبوا الاستثمارات كي يقولوا استثمارات شركات تستقر وناس زادة تجي تسكن. وكي فما معناها الازدهار الاقتصادي هذايا الجهة تتحصل على أكثر موارد من دافع الضرائب، وقتها معناها الجهة هذيك يكون عندها إشعاع. وهنا الراو اللي فما مشاكل. المشكل الأولاني اللي ديجا كنا نحكيه اللي المجلة مازالت ماهيش حاضرة. دونك هنا معناها كيفاش باش نعملوا؟ هذه حاجة. المشكل الثاني اللي فما معناها إحباط لدى الشعب وان ديغو، ما لقيتش الكلمه بالعربي، من السياسه بصفه عامه، خاطر هما يراو المشهد السياسي ويراو رواحهم كيفاش ما عادش عندهم ثقه في المشهد السياسي. صح، مشاو كيفاش شدوا الصفوف وغطسوا صبع الازرق وانتخبوا والناس وعدوهم برشا حاجات من الانتخابات معناها المتعاقبه من اللي انتخبنا التاسيسي وانتخبنا مجلس الشعب تو وانتخبنا الرئاسيه وما فما منه حتى شيء والعكس. دونك فما احباط، والاحباط هذاك مخطر ياسر. علاش؟ خاطر الناس باش تعزف. وكي الناس تعزف اي واحد ينجم حتى باقليه صغيره يخلط. وكما صار في المانيا، فهمتني؟ معناها بكلكو فوا، ما نحكيش على الجداره، ما نحكي على انسان ب 200 صوت وقع انتخابه، وذاك اللي نجم يصير. الاغلبيه سي غولاتيف. يعطيك الصحه، معناها قداش نسبه المساهمه، دونك نجم تجيب كعبتين تعدى بهم. وفما حاجه اخرى اللي زاد فما الوعي نتاع المشاركه اللي حكينا عليه اللي مربوط بالاحباط والثقه معناها في قدره الانسان اللي باش تنتخبه ولا القائمه اللي باش تنتخبها باش تبدل الوضع نتاعك وتحسن انت لو فيكو معناها والكوتيديان نتاعك انت. وزاد فما مشكله اخرى، مشكله انفورماسيون. نعطيك انا اكزومبل في بعض القوائم في الوطن القبلي، مانيش باش نحكي احنا، ما نحكيو احنا كابا فهم في الجهه هذه. انا غزرت في لي ليست فما ناس معناها يسكنوا في بنايات فوضويه، فما ناس يسكنوا في ديار عندهم قرارات هدم، فما ناس عندهم معناها تعدي على الملك العمومي كوسوسوا معناها في الجانب السكني ولا في الجانب التجاري، تلقاهم في القائمه. وما يطلبوش منهم الشيء هذاك، ويطلب منك بتروا. دونك ديكو تتعدى. انا كيفاش ننتخب انسان اللي هو معناها حاميها حراميها؟ كيفاش انا ننتخب انسان اللي هو فاقد الشيء لا يعطيه؟ انت ديجا في مخالف، انت من بعد باش تجي انت معناها تولي تعطي المثال وتطبق معناها التعليم، ما يجيش. دونك هنا فما مشكله نتاع الناس لازمها تكون واعيه ولازمها تتحرى ولازمها تفهم، ما لازمهاش معناها تنقاد بالوعود الزائفة. الناس الكل تعطي وعود وسي دو كوبي كولي، انا كنا نحكيو تو في الاوف، يا اما تلقى ناس ما تعرفش على شنو قاعده تحكي، والا فما ناس نفس الحكايه، ناس كل باش يعملوا استادات، ناس كل باش يعملوا كذا، ناس كل باش يردوها اون بوتيت سنغافور معناها اونتر غيمي. وهنا الناس معناها يلزمهم يكونوا واعيين ويعرفوا راهو الانتخابات البلديه راهي مهمه جدا، راهي هذيك اللي باش تبدل لو كوتيديان نتاع التونسي، وهذيك معناها المشاكل اللي نعيشوا فيها من معناها تلوث سمعي وبصري وايكولوجي، من زبله، من معناها بنيه تحتيه، من امن وامان، كلها مربوطه بالشيء هذيك، وهي معناها حاجه مهمه جدا ويلزمها الناس معناها تعطيها قيمه. نعرف الناس محبطين، نعرف الناس معناها فدوا، نعرف الناس اللي معناها ما عادش عندهم الثقه معناها في السياسه في تونس، اما راهي مهمة.
مهم جدا. رجعنا معك نحن سي وجدي باش نزيدو نحكيو اكثر بعد شويه في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا معكم في كابوتشينو للعشرة متاع الصباح ومازال يحضر بحدينا سي وجدي برجاب خبير اقتصادي. فوالا كنا نحكيو دونك على الانتخابات البلديه واهميتها في الدوره اهميتها في الدوره الاقتصاديه وكنا نحكيو زاد على مجله الجماعات المحليه اللي هي سي فريمون لو كادر كي ريغل تو سا. دونك اذا ما تحضرش مجله الجماعات المحليه عملنا هذايا الكل في الفارغ. لا ما عملناش في الفارغ، هي باش تحضر تو وتاخ فهمتني، مي هو كان من المستحسن كان معناها تحضر قبل على خاطر شو ما فماش عمل بلدي من غير موارد ماليه فهمتني. يا اما معناها فما تعطيوه معناها بيدجي من الاول باش ينجم يخدم به بالكدا، والا نحطوا اليات باش نخلقوا الموارد. الموارد يعطيك الصحة، وخاصة معناها فك البارتناريا بيبليك بريفي وكيفاش معناها تتصرف البلدية معناها في المارج دو مانوفر اللي عندها. دونك الوعود الكل هذيك ما عندها حتى قيمة مادام ما فماش معناها الميكانيزم اللي باش تلقى به الفلوس. الدولة قاعدة عندها مشاكل مالية، دونك ما نستناوش اللي الدولة باش تعطي فلوس برشا فهمتني. دونك يلزمنا معناها نخمو في الميكانيزم اللي تنجم به البلديه تتحسن عليه موارد في احترام القانون في اطار معناها لمارج دو مانوفر اللي عندها، وهنا المجله اللي تري تري امبورطون. اي سي سا لو كور ميم دو لا غوفيرنانس لوكال. ابسولومون. دونك البلديه يلزمها تكون ان بوتيت ايتا، هي بيدها دوله صغيره وحده مستقله تخلق مواردها، هي اللي تطور الجهه نتاعها، وكان كل بلديه وفي كل جهه يصير هذا بيان سور سا با سو جينيراليزي على البلاد كامله. بالضبط، وخاصه زاد حاجه اخرى، احنا تو ماشيين في ثنيه نتاع لوتونومي الى ديسونتراليزاسيون فهمتني، معناها ما عادش نستناو شيء يجينا من الفوق ولا نستناو. دونك البلديه تولي الي ان بو سوفرين كيما قلت ناديه، سي تولي معناها فما لا غوفيرنونس وتحكم معناها في لي غوفيرني اللي هو معناها الناس اللي ينتخبوك اللي هما لي ريزيدون لي زابيتون. البلديات معناها مهمه جدا. علاش؟ على خاطر باش تنجم تجيب الموارد اللي حكينا عليهم هذوكم لازمك تشوف الخاصيات نتاع الجهه. مش الناس كل نجموا يعملوا سياحه، مش الناس كل معناها نجموا يجيبوا معناها موارد مثلا من المقاهي وكل شيء. دونك وقتها مثلا انت والخاصيه، انت عندك فلاحه، انت عندك مثلا ما نعرفش انا مناظر طبيعيه، انت ونشوفوا كيفاش بيرسوناليزي. فوالا بيرسوناليزي، وهنا هذيك النواه الاولى نتاع المشاريع الكبرى. كي انت البلديه تجي وتخمم على الجهه نتاعك وتقول لي مثلا ما نعرفش انا عندي مناظر طبيعيه نشوف كيفاش نعمل معناها حاجه هكا لناس تجي وتشوف المناظر الطبيعيه هكا، عندي برشا شباب ديموغرافيا كبير في البلاصه هذيك نعمل استادات ونخرج جمعيات نتاع كوره، ما نعرفش انا مانيش انا في بلاصتهم، اما هكا معناها لازم يكونوا التخمام. دونك سي تري تري امبورتون. هذاك علاش قلت لك سي اللبنه الاولى ولا اساس نتاع العجله الاقتصاديه مربوطه كل بالبلديات، ونجموا نشوفوا شنو يصير في اوروبا وكيفاش معناها تلقى ديما معناها يقول لك هذاك الوزير ولا هذاك الوزير الاول ولا الرئيس راهو كان قبل يقول لك لو مير نتاع بلاصه في فرنسا ويحكيوا لك على انجازاته وكيفاش البلاصه هذيك طلعها وكيفاش البلاصه هذيك حسن المؤشرات الاقتصاديه نتاعها. هذا لازم يصير في تونس، معناها لازمهم يكونوا الناس هذوك من بعد باش يوليو السياسيين نتاعنا نتاع من بعد واللي بيتعداو من الميكرو اكسبيريونس اللي صارت في البلديه نتاعهم للبلاد الكل وبمشاريع وبنظره وبفيزيون اللي تنجم تبدل وضعيه البلاد تو. فوالا هالايامات نتعداو الموضوع اخر وجدي، هالايامات برشا احداث وبرشا ديزيفينمون تعدينا بهم. الاولاني منتدى الاقتصاد الافريقي 24-25 افريل، زياره العمل ليوسف الشاهد ثلاثه دول اوروبيه، صندوق النقد الدولي وتوصياته المتواصله، تدخل اللي يحكيوا عليه مازلنا باش نحكيوا عليه من بعد لصندوق النقد الدولي في قرارات الاتحاد الاوروبي، ويوسف الشاهد كان تحدث برشا على الموضوع هذا باش يعزف ويرجع الاتحاد الاوروبي على قراراته، هذه منها تصنيف تونس في القائمه السوداء للدول الداعمه للتهريب ولتبييض الاموال. نبداو بمنتدى الاقتصاد الافريقي. اليوم افريقيا القاره الافريقيه سي اون ريال بلاتفورم، سي فريمون لافنيغ اوجوردي، لافنيغ سي لافريك. دونك تونس مساهمتها في هذا كيفاش باش تكون؟ اول حاجه احنا لازمنا نعرفوا اللي معناها افريقيا قعدنا ديما نحكيوا عليها راهو معناها سي ديما سي لو سوجي اونسيان كي في سورفاس، مي تو المشكله تطرح بالكدا على خاطر عنا وضعيه اقتصاديه صعبه، لقينا رواحنا اللي احنا مربوطين ديما باوروبا، واوروبا كي هي معناها تمر بصعوبات اقتصاديه ولا فما معناها تقلص نتاع النمو نتاعها يرمي بذلالها علينا احنا وعنا مشاكل. دونك معناها اون ريغل في لي زافير يقول لك الفو با ميتر سي زو دون لو ميم باني. دونك يلزم ديما لا ديفيرسيفيكاسيون، التنويع نتاع الاسواق نتاعنا حتى كان امورك ماشيه. معناها احنا قبل نتفكر وقت اللي دخلت نقرا في الجامعه قالوا لنا البروف قال لنا جامي ان كليون امبورتون جامي ان فورنيسور امبورتون. نوع
دونك احنا لازمنا نوعوا، كي نشوفوا احنا تو تونس شنو نلقاو تونس 75% من مبادلاتها التجاريه كو سوسوا لامبور ولا الاكسبور تعملهم مع اوروبا. افريقيا الكل في 2017 عملنا 10% معهم. وفي تراجع خاطر مثلا كنا نعملوا في 12% في 2015 ولا 2014. كي نقول افريقيا مانيش نحكي راهو على افريقيا ما بعد الصحراء، نحكي حتى مع البلدان المغرب العربي اللي انا معهم اتفاقيات مبادله في اطار المغرب العربي. كي نجيو نشوفوا افريقيا كاو نعملوا في 2.2% معهم هما. دونك حان الوقت لنغزروا الافريقيا. دونك غايبه تماما. غايبه تماما في افريقيا، هذا ما يقو... معناها هذا غايبه تماما في السياسه الاقتصاديه للدوله، اما راهو ما لازمناش معناها ننكروا اللي فما مبادرات في القطاع الخاص نتاع شركات كبيره تونسيه مشات وعندها معناها سمعه باهيه في افريقيا وتقوم بمشاريع في البنيه التحتيه وتقوم بمشاريع زاده في توسكي معناها التكنولوجيات المعلومات وكل شيء. المفروض انه يكون العكس، الدوله هي اللي تبادر الاولى اي الشركات الخاصه هي كيفاش. مالوغوزمون سي با الكا، الدوله فاقت مخر، مي ان جامي ترو تار، فهمتني؟ مي احنا قبل افريقيا علاش الناس ما تهتمش بافريقيا؟ على خاطر افريقيا كانت قبل ديما فيها مشكله نتاع استقرار، استقرار سياسي وحروبات تحل التلفزه تسمعها وانجولا كيغ سيفيل تو ما عادش فما. وهذه معناها قاره غنيه عندها موارد طبيعيه، اللي عنده البترول، اللي عنده الاورانيوم، اللي عنده الذهب، اللي عنده ديامون. دونك كي فما الاستقرار السياسي هذايا ولات وجهه باهيه، خاصه اللي هذوما بلدان يعملوا في اون كروسونس كبيره ياسر. طيب مثلا نعطيك انا اكزومبل متوقع لفامي جوستومون، يقول لك مثلا غانا باش تعمل 8.3، اثيوبيا 8.2. نحكيو على تقرير لفامي بالضبط. الكوت ديفوار 7.2. معدل النمو المتوقع لاخر 2018 في افريقيا هو 4.1، والمعدل النمو في العالم بصفه عامه هو 3.9. دونك افريقيا باش تعمل اكثر مع نمو ديموغرافي كبير ياسر، اللي يفون دوبلي براتيكمون معناها لا بوبولاسيون نتاعهم في 2050. دونك عندك سوق يستحق كل شيء، من البنيه التحتيه للغذاء للتعليم العالي للصحه، كل شيء يستحقوا. وعندهم تو الموارد على خاطر بداوا يستقروا. كوت ديفوار فما يا كيلكو زاني غير سيفيل، الناس معناها يتقاتلوا بينات بعضهم. شوف كيفاش معناها فهموا ركحوا بلادهم الوغكو احنا هنا مازلنا. بون تونس عندها ان كابيتال سامباتي، اما الكابيتال سامباتي نو سوفي با. في افريقيا فما حاجه مهمه جدا هي لو كابيتال ريلاسيونيل، الناس تعمل لي زافير بالعلاقات. دونك يلزمك تمشي غاديك والناس يعرفوك ويجيوك وكذا واحد. دونك كان معناها من ودي انا اللي مثلا في تونس نعملوا كيما يعمل رئيس المغرب. رئيس المغرب مثلا ديما عنده جوله افريقيه، يهز معاه لي زوم دافير وكذا يبعث وفود يمشي هو. لا لا يمشي هو بيرسونيلمون. قبل كان الرئيس بورقيبه الله يرحمه كان يعمل نفس الشيء. دونك تو احنا ماذا بينا زاد نعملوا نفس الشيء. الرئيس الباجي قايد السبسي بالكاريزم اللي عنده وبك البيرسوناليتي كي سيدوي، معناها ماذا بيه يمشي يعمل جوله افريقيه. والجوله الافريقيه هذيك تخلي معناها فما الغولاسيونيل اكثر من الكابيتال سامباتي. مي ما لازمناش زاد ننكروا اللي مش كان زاد ريلاسيونيل وسامباتيك باش تمشي لافريقيا. لازم يكون معك، لازم عندك دو نوار سور بلان زاد كيف يكون عندك برامج، لازم يكون عندك صوره باهيه، ولازم يكون عندك زاد لوجيستيك، ولازم يكون عندك تمويل. دكاور دونك هنا عندنا مشكله مثلا في اللوجيستيك. نشوفوا احنا الخطوط البحريه والخطوط الجويه. الخطوط البحريه عندنا فيهم مشكل. ديجا احنا في تونس عندنا مشكله كبيره اسمها بورتريتس. 85% من المبادلات يتعدوا بورتريتس. اللي عنده سنوات المشكله اللي عنده سنوات. في 2007 كنا نعملوا براتيكمون في الساعه اونتر 10 و 12 كونتينر. تو ولينا نعملوا اونتر 5 و 6 كونتينر. في كوت ديفوار في البورت نتاع ابيجان يعملوا براتيكمون اونتر 30 و 40 كونتينر في الساعه. دونك تو مثلا المغرب فهموا عملوا لو بور دو طنجي اللي من غاديك بلاتفورم على افريقيا. رويال اير ماروك براتيكمون افريقيا الكل الا كوفر. احنا تو فقنا مخر او بدينا عملنا كوناكري فهمتني، وباش يعملوا خطوط جديده سمعت اللي باش يعملوا على السودان وباش يمشيوا بلايص. دونك انا زاد كيف فوالا. دونك انت تو اول حاجه باش تمشي لافريقيا لازم عندك لوجيستيك، وهنا تونس عندها مشكله نتاع لوجيستيك. معناها فما تقرير اسمه الانديس لوجيستيك دو بيرفورمانس لوجيستيك، مؤشر النجاعه اللوجستيه. في 2007 كنا 60 في العالم المرتبه نتاعنا. في 2016 110. وي. وتعرفوا شنو صاير في ستام، وتعرفوا شنو صاير والامور هذه الكل. دونك لازمنا نحسنوا. وفما حاجه اخرى اللي هو الجانب المالي. كي باش تمشي غاديك يلزمك تمويل، يلزم وراك اسيورونس، يلزم تامين. وهنا تونس قبل كنا عندنا بنوك، راهو كان عندنا فروع نتاع بنوك معناها عموميه كانت مستقره في افريقيا. من بعد بشويه بشويه جبدوا رواحهم. ونشوفوا باغ اكزومبل جارنا المغرب ديما نقارنوا به خاطر كنا في نفس الوضعيه معهم هما، وهما معناها عرفوا كيفاش يخدموا. اي اون بليس استغلوا الوضع نتاعنا معناها الخايب.
هما مثلا عملوا نظام بنكي قوي ياسر عنده فروع في افريقيا دونك هذوما يلزمهم يتوفروا دونك باش نجموا معناها نستغلوا الشيء هذا لازم ثلاث حاجات الجانب اللوجستي الجانب المالي والجانب السياسي كي تحطوا هذوما مع بعضهم الكل نمشيوا لافريقيا افريقيا سوق واعده جدا التوانسه عندهم بلاصه فيها على خاطر تونس معناه نفهموهم ويفهمونا مش كيما باش نمشي لهم انا امريكان ولا انا اوروبيان دونك هذه حاجه وثاني حاجه اخرى فما حاجه باهيه لازم معناه نشكروا كي تلقى الحكومه تعمل حاجه باهيه لو ديرنيير اكور اللي باش يدخل في حيز التفعيل في 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 جوان اللي هو لا زون هذيك دو ليبر ايشانج لا كوميزا كوميزا نتاع افريقيا الشرقيه والجنوبيه احنا باش نمشيو عندهم ونحلو لهم معناها بلوتو يحلونا لي فرونتيير نتاعهم هما زاد نفس الشيء وهنا معناها نجمو نستغلوا الكومبيتيتيفيتي نتاعنا دونك هذيك حاجه باهيه ياسر علاش على خاطر احنا وقتنا نوليو نتحولوا الى منصه ولا بوابه للبلدان الاوروبيه اللي يحبوا يجيو اما هما ما عندهمش لاكور هذاك دونك يتعداو بتونس ومن تونس يدخلوا وهنا ديجا السفير التركي قالها قال تونس نجم تولي منصه الى تركيا للدخول الى افريقيا دونك لي بوتونسياليتي موجوده موقعنا الجغرافي كل شيء يلزمنا جوست نتعداو من مرحله اعلان النوايا لمرحله التنفيذ اي سورتو لازمنا نتعداو الاستابيليتي ولهنا باش نتعداو الموضوع اخر اللي هو الي اون ايتروات ريلاسيون افيك سا وزياره العمل اللي كان اداها يوسف الشاهد الى ثلاثه دول اوروبيه واليوم اخر نهار وكان تحدث جوستمون على هذا على افريقيا وعلى تونس الى جانب مواضيع اخرى باش نتطرقوا لهم تونس اليوم واجدي عندها لي بوتونسياليتي هذوما الكل تونس تنجم تكون هي بيدها اون بلاتفورم تونس تنجم تكون هي بيدها ان ترامبلان ولكن فما عصا محطوطه في العجله اليوم اللي هي لي فامي والله شو نقول لك انا مراش لي فامي هو المشكل مش معناها انا مع لي فامي ولا نحب لي فامي لا لا اما مراش معناها اللي لازمنا نحطوا مشاكلنا الكل على ظهر لي فامي لا مش مشاكلنا الكل اما فما نوعا ما نوعا من التدخل في قرارات الاتحاد الاوروبي من طرف صندوق النقد الدولي وتوصياته اي علاش على خاطر احنا مشينا لهم بسقينا احنا في 2012 اخترنا باش نمشيو لي فامي في عوض معناها قعدنا نتواصلوا معناها نتعاملوا مع مؤسسات اخرى بنوك مثلا والا السوق الماليه العالميه احنا قلنا نمشيو لي فامي مشينا احنا لي فامي بواحد ارادتنا ولينا في وضعيه اللي الناس الكل قبل ما يعطيوك اي حاجه ولا يصادقوا على اي حاجه يشوفوا شنو لي فامي يعمل معك خاطر لي فامي هو شنو هو الملاذ الاخير للدول اللي تعرف معناها صعوبات ماليه اللي تولي فيها مخاطر كبيره جدا اللي ترقيمها السيادي يتيح بارتو وقتها تولي تتحط سو لا توتيل يعطيك صح دونك احنا ولا فامي كان لاحظتوا معناها حتى في خطابه ولا خطاب تصاعدي ملي قبل كان انا هكا ولا تو لا توا سي توت سويت يا تتعداو للاصلاحات الكبرى توا يا راهو فوزالي افوار دي لا ولينا معانا عندنا دي 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 ريفيزيون مراجعات ولا كل تريمستر دونك دوكو كان ما تعملش هكا ماكش باش تبلطوا تقولوا يا من حي عام الجاي باش يجي يقول لك لا انت قلت وينو تو دونك احنا تحطينا في الوضعيه هذيك دونك سي توت افي نورمال اللي الاتحاد الاوروبي تو يولي il actualise à chaque fois la classification شوف شنو قالوا الناس الكل تو مش حتى الاتحاد الاوروبي حتى البنوك مثلا الاسلاميه حتى البنوك الاسيويه الناس الكل تولي تخزر شنو قال لي فامي على تونس وبعد كان لي فامي قال حاجه باهيه ولا لي فامي ماشي معاك يمشي معاك سينو wait and see دونك نحن مازلنا اكيد باش نحكيو مع سي وجدي بعد شوي زي يحضر بحثنا لانفيتي نتاعنا اللي هو سي وجدي بن رجب خبير اقتصادي مازال يحضر بحثنا وجدي برجب الخبير الاقتصادي وصديق الاذاعه خاصه دونك تعدينا باشغال المنتدى الاقتصادي الافريقي اللي كانت تنظم من 24 ل 25 افريل لدعم جوستومون العلاقات التجاريه بين تونس وبقيه الدول الافريقيه وحكينا انه تونس تنجم تكون ريالمون ان ترامبلان مع تافير لي زوتر بي اوروبيان سورتو ابري حكينا على زيارة العمل اللي كان أداها يوسف الشاهد لثلاثة دول أوروبية اللي كي va prendre fin اليوم حكينا على تصنيف تونس مواصلة تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الداعمة لتبييض الأموال والتهريب وتعدينا زادة لصندوق النقد الدولي باش نحكيه على تقرير صندوق النقد الدولي اللي تم نشره نهار الخميس 19 أفريل 2018 عن السياسات اللي يوصي فيها entre autres بتخفيض التضخم في تونس واللي بلغ 7.6% في مارس 2018 وهذا يعتبر أعلى مستوى depuis 25 ans voilà donc كما قلنا معناها احنا تو تحت لا ولات ولا تحت لا توتيل نتاع صندوق النقد الدولي دونك حتى السياده نتاعنا على القرارات الاقتصاديه نقصت معناها نقولوه حتى باش تعرفوا معناها الشيء هذايا تشوفوا كيفاش معناها الخطاب نتاع لافامي تبدل ملي كانت توصيات وندعوا تو ولاو
فما لهجة شخصيات مرنة كانت. كانت مرنة وكانت معناها كيما 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 النصيحة تتعطى تولت دي ريكومونداسيون ويلزم يعملوا كما تعملش كذا ولات ولات فما الامر دونك شوفوا كيفاش الخطاب ولا تصاعدي وذاك علاش على خاطر هما اول حاجه معناها عندهم رؤيه نتاعهم وعندهم الفلسفه نتاعهم وعندهم طريقه عمل وزاد يراو زاد ما فماش اصلاحات معناها باش نقولوها دونك جوست باش نفسر للساده المستمعين اللي لا فامي راهو معناها عنده راه اون ايديولوجي لا فامي سي ليكول مونيتاريست معناها المدرسه النقديه دونك لا فامي عمره باش يحكي لك على الانتاجيه عمره ما يحكي لك على منوال التنميه مش مشكلته هذيك لا لا ماهيش مشكلته مشكلته جوست اسكو فما توازنات نتاع الماليه العموميه نتاع اليوم كيما مثلا الانسان اللي ما عندوش فلوس كيفاش نجم غدوه معناها نكون عندي فلوس يحلق. ولا ما نكونش مكردي سي اكزاكتومون لا ميم شوز دونك هذاك علاش نشوفوا معناها في توصياته حاجات على الماليه العموميه وما يهموش في الجانب الاخر دونك هنا التقرير الاخراني كالعاده بدا بتونس معناها تجربه ديمقراطيه وكالحكايه هذيك الكل وراهي حققت معناها بعض التحسنات على المستوى الاقتصادي لكن تقعد تحسنات ديما بطيئه وغير كافيه وهنا معناها هما يستناو اللي نسبه النمو نتاعنا معناها في 2018 تكون 2.4% وفي 2019 2.9% اللي هي تقعد ديما اقل من نسبه معدل النسبه العالميه معدل النسبه العالميه في 2018 يكون 3.9% اما وين انا سابوز بروبليم بالنسبه لي انا اللي ساعات فما حاجات اللي تحس اسكو لي فامي فوالا متضاربه اسكو لي فامي فاهم الوضعيه في تونس والا مش فاهم الوضعيه في تونس ولا اسكو لي فامي فاهم الوضعيه في تونس وما يهموش في وضعيه الفئات المتوسطه والفئات الفقيره في تونس وهنا نشوف مثلا حاجه معناها تري كويرونت مع ليكول مونيتاريست يقول لك مثلا انت عندك تضخم 7.6% دونك شو لازمك تعمل حاجه من الحاجات رفع سعر الفائده زيدها 75 بوان فهمتني وكان لازم زيدا قال يلزمك تزيدها مرة أخرى وهنا لازم نفهموا حاجة رانا احنا في تونس التونسي عنده حاجة اسمها اقتصاد التدين التوانسة الكل متديني حتى شركات التوانسة ما يعتمدوش على التمويل الذاتي ولا على البورصة يعتمدوا على التدين كي تزيدوا انت في التو ومكثر الكريدي التو فاريابل دونك كي يزيد التمام انت تدفع اكثر في اخر الشهر دونك وقتها شو يولي كانوا تونسي يا ربي سامحني كانوا بارتيكولير كنا توانسه كانوا بارتيكولير اي فا بيردو دو بوفوار داشا وكانوا انتربريز باش يولي وقتها شو يعمل يا اما يفقد زاد المارج بينيفيسيير ولا يغارد لا ميم مارج بينيفيسيير خاطر عنده مساهمين ودي اكسيونير يولي يزيد السعر دونك دون تو لي كاد فيغور باش يزيد l'inflation هذه حاجه ثاني حاجه دونك لهنا سي كونترير ا سكيل ريكوموند معناتها هما كانوا يوسي على خاطر هو عنده نظره نظريه سي ليكول مونيتاريست كوم سي معناها الناس تختار بين ليبارني ولا لا كونسوماسيون الوغ احنا مانيش في الوضعيه هذيك ليبارن ناسيونال انجرف ليبارن دي ميناج انجرف طاح للثنين من 2011 خاطر الناس ولات ما عادش خالطه بوسك ضيعت قدره شرائيه يولي يجبدوا من لي ريزيرف اللي عنده ريزيرف اللي ما عندوش ريزيرف يولي ينقص من الكونسوماسيون نتاعو ولا يمشي يدين اللي عنده معناها لا كاباسيتي دونديتمون هذاك علاش تو نشوفوا في تونس فما اكسبلوزيون صارت نتاع لي كريدي على كونسوماسيون اللي هما البنوك بطبيعتهم نقصوا فيها فهمتني دونك لي فامي لي ميكرو كريدي مثلا بريسك تنحاو لي ميكرو كريدي لي كريدي لي كريدي كورون هذوكم على كونسوماسيون براتيكمون تنحاو معناها بالتوصيه من البنك المركزي من قبل معناها مش حاجه جديده دونك هنا 90% من المواطنين التوانسه اونديتي وخاصه معناها اونديتمون في اللوجمون نتاعهم هما وقطاع حتى اللوجمون في تونس ليموبيليي يتعدى بكريس يعاني كبيره برشا صحيح خاطر الاسعار غاليه ياسر الناس ما عادش عندها القدره باش تشري البنوك معناها ما عادش تنجم تسترجع فلوسها دونك باش يوصل الى ازمه كان سي جامي كان فايده كبيره برشا يعطيك الصحه فايده كبيره ياسر نجم نوصلوا لا كريز دي سوبرايم اللي صارت معناها 2007 و 2008 نجم تصير في تونس كان تواصل الوضع هكايا فهمتني وباش يلزم معها مش كان قطاع معناها ليموبيلي كاهو نجم يلزم معها زاد البنوك الكل البنوك خاصه البنوك المواد البناء والبنوك وهذاك هو الكل دونك هذه حاجه دونك فما حاجه اخرى يقول اللي يلزم نزيدو ونخليو سعر صرف الدينار يكون اكثر مرن شنو معناه معناه بلغه اخرى لازم يزيد يتيح اكثر ويقولوا هنا اللي الدينار الي سور ايفالوي اونتر 10 و 20% فهمتني هذيك قيمته الحقيقيه اي ما هنا يقولوا يلزمك الدينار سعر الدينار يتعامل هو والسوق اللي يتعامل معها مع اشكوا الي فاريابل ما عادش تدخل معناها واش يقول ما عادش تدخل خلي العرض والطلب هنا فما مشكله علاش فما مشكله خاطر احنا بلاد ليس لدينا امن واكتفاء غذائي وليس لدينا امن طاقي دونك انت احتياجاتك تورد فيهم
من الطاقة وتورد فيهم من القمح الصلب واللين وتجيب معناها ساعات حتى اللحوم كما تو قاعدين نعيشوه تو. شو معناها؟ معناها باش يتكلف لك أكثر. داكوغ؟ وهنايا باش يخلي الانفلاسيون تزيد. خاطر الانفلاسيون في تونس ماهيش مربوطة كهو بالجانب المالي اللي راه كان لفامي. الانفلاسيون في تونس مربوطة بضعف الدولة. ونقولها شنو صار هو؟ بعد 2011 الدولة ولات ضعيفة. شو معناها؟ معناها ولات ما عادش فما رقابة. ولاو فما الاقتصاد نتاع المضاربة. تو شكون مدبرها في تونس؟ الناس اللي تتضارب سبيكولاسيون يجي يمشي للفلاح ياخذ من عنده بختف يقلص العرض في الاسواق المنظمه كيما المارشي دو غو ويجي هو يخلق بينوري والفريغوات تخدم ويهبط بشويه بشويه اي الفي لو بون اي لو موفي تون دو بينيفيس انور يعطيك صح. وش يعملوا الناس هذوما؟ الناس هذوما يخموا يقولوا اي شو فما تو حوت الناس يحبوا على الحوت نعملوا ضعف ساعة الحوت يديسباري كومبليتمون يديسباري حتى السردينة خبوها فوالا حتى السردينة خبوها تو مثلا عندنا قادمين على مواسم وعلى سيف وعلى عروسات لي فخوي سيك اللوز وكل شيء دونك ناس قاعدة تضرب تخلق في اون بينوري في قلة عرض والطلب موجود والأسعار تطلع ويهبطوا بشوية بشوية وهذوك من الناس كيما تجار الحرب قاعدين يستفادوا من ضعف الدولة خاطر الدولة ضعيفة وما فماش رقابة وهذاك اللي خالق الانفلاسيون سي با المونوبول فوالا سي با اونيكمون لو كوتي زيادة في الأسعار اللي يقولوا فيها صحيح فما راهي مساهمة مي أنت كي ترى الناس تفقد في القدرة الشرائية دونك وقتها تقول أبري تو معناها دونك لو بروبليم سي مسالك التوزيع الاحتكار المضاربة وهنا الدولة مثلا أنا هنا مثلا في عوض معناها نحكي وعلى زيادة في الأجور كان تمشي تخزر كيفاش نجم تطيح الأسعار خطر عندها الإمكانيات أما الرغبة السياسية ماهيش موجودة ولا الجرأة أون فادير خاطر يقول لك يا خويا فك عليه هذا باش ما نحكيش على تضارب المصالح دونك وقتها تولي أنوتخ بيغ دو مونش دونك هذا هو الإف إم إي زاد يدعو إلى معناها أونلوفي لي سوبفونسيون على الإنرجي دونك رفع الدعم على الطاقة باش نحكيو على الطاقة فوالا خاطر هو يقول اللي الطاقة يستفادوا منها معناها لي كاتيغوري معناها الميسورين معنى الفئات الميسورة والله يسمحني معنى واحد إنسان يسكن في تونس تونس العاصمة ما نحكيش على البلدان الأخرين خاطر البلدان الأخرين يبدأوا أصغر دونك تونس العاصمة يبدأوا ياخو كرهبة بشق الأنفس يدفع في 500 ولا 600 دينار باش نجم يهز ولاده ويمشيوا يقراوا ينجم يعملك بانو فوتوفولتايك ويلقى المكتب مسكر خاطر فما إضرابات فهمتني وفما كذا وسيركولاسيون ما يصبش إيسانس في كرهبته اللي هو معناه متدين عليها وباش تزيد له سعر الفائدة دونك هنا ماهوش فئات الميسورة كهو فئات الميسورة عندها دي فواتور دو لوكس دي برلين اتسيتيرا هذوكم واضحين تنجم انت تحصرهم وقت يجيو يخلصوا الفينيات نتاعهم وتعمل لهم معناها ما نعرفش انا ميكانيزم اللي يصبوا به اغلى خاطر عندهم فلوس وربي يزيدهم دونك هنا حبيت نقول لك اللي فما برشا تضارب يعني التوصيات لهنا سكون رماركي سكو ما فماش علاقه بين العوامل الكل اون ا لامبرسيون اللي تحطوا نقاط من غير ما نشوفوا العلاقه والانتراكسيون ما بين النقاط هذوكم كيما قلت لك ناديه سي 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 لا فيزيون مونيتاريست لا فيزيون مونيتاريست اللي انت كيفاش نجم تو تكبس السنتور وكيفاش انت تو تولي تصرف اقل ممكن باش انت غدوه تواصل تتنفس ما يهموش في منوال التنميه ما يهموش في الانتاجيه ما يهموش كيفاش انت تنجم تحسن معناها لي زيكسبور ولا لي زيكسبورتاسيون نتاعك ولا كيفاش ما تعمل تنميه بشريه كيفاش باش تحسن الانتاجيه هذا كله ما يغزرلوش الفامي لا فامي كيفاش تنجم انت جوست ليكيليبر نتاعك يرجع وهذا راه باش يصير تو احنا مثلا نجموا في 2030 ولا حاجه نجموا معناها كان واصلوا في الثنيه هذه باش يصيروا معناها الموازنات اما شنو اليو كيما اليونان شنو معناها اليونان اللي وضعيتك ديما هشه ومربوط بالزهر شو معناه بالزهر اسكو جاي موسم فلاحي باهي اسكو جاي موسم سياحي باهي كان جاي هاكا سافا سينو قد قد اللي عندك ان روتورمون دو سيتواسيون ينجم يصير في كل لحظه في اليونان بيان سور باش تقعد ديما وضعيتك هشه باش الميزانيه العموميه نتاعك باش تكون مريقله ابوبخي بعد عشرات السنين من الاوستيريتي وعشرات السنين من البريفاسيون وعدم معناها الانتدابات كما تو اعلنوا عليه معناها مؤخرا اما راك باش تقعد ديما في وضعيه هشه شنو هما الاصلاحات الكبرى اللي فريمون رياليزابل اليوم واجدي الاصلاحات الكبرى شنو نحكيو معناها بالضبط الاصلاحات الكبرى اللي المطالب معناها من الحكومه باش تقوم بها تحت توصيات صندوق النقد الدولي في المجال الاقتصادي اي بالنسبه لصندوق النقد الدولي سي سامبل معناها يقول لهم اول حاجه معناها يلزمكم رياليزابل اللي نجموا غيالمون يصيروا تو اللي هو كل 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 شيء رياليزابل كل شيء رياليزابل هما طالبين اصلاح من الاصلاحات اللي تحط زاد في الندوه اللي صارت على الاصلاحات الكبرى يا كيلكو سومان حطوا توسكيي الاصلاح المنظومه الجبائيه وهنا طلبوا
حاجتين، طلبوا اللي تبدل السيستم ويولي اكثر عداله حسب ما قالوا هما، خاطر تو في تونس لازم نعرفوا تونس راهي اول بلاد في افريقيا بمساهمه الموارد الجبائيه في الناتج الداخلي الخام. فهمتني؟ معناها كلي ليست اللي كنا نحكيو عليهم وكل شيء، معناها سي ان بارادوكس، معناها سي سان با سونس. احنا في تونس اكثر ناس عندنا ضغط جبائي، علاش؟ على خاطر الدوله تاخذ في الموارد الجبائيه كان من عند لي كونتريبيوابل اللي هما 2.5 مليون معناها موظف، وكلك سوسيتي كبار اللي داخلين معناها في الاقتصاد المنظم، والبقيه الكل تهرب. احنا براتيكمون عندنا في العام 2.5 مليار دينار تهرب ضريبي. دونك هنا هما طالبين اللي تمشي تلم الفلوس اللي تسالهم للناس، وطالبين زاده باش معناها نحسنوا المنظومه الجبائيه. مثلا نعرفش انا لي كيس اونغوجيستروز نتاع المطاعم ومتاع المتاجر يكونوا كل مربوطين بالمنظومه الجبائيه، باش اللي تعرف اتون ريال قداش الناس تدخل تي في، باش نحي المارشي نوار وكل شيء. دونك هذاك اصلاح طالبينه. طالبين زاده اصلاح في تو سكي معناها ليفيكتيف دو لا فونكسيون بوبليك اللي الدوله ماشيه فيه، اللي هو حاجتين، اللي هو المنظومه نتاع التسريح المبكر. فهمتني؟ الحاجه الثانيه اللي هو لا انتدابات والدوله ماشيه فيه، معناها تلميذ نجيب في الناحيه هذيك. طالبين زاد تجميد الاجور، ما عادش ما لازمناش نزيدوا. وهنا اللي مانيش فاهم شنو باش يصير، معناها مع المطالب الاجتماعيه ومع الاحتجاجات شفنا معناها قطاعات الكل قاعده معناها تنتفض بشويه بشويه، على خاطر انا نفهمهم، خاطر المواطن قاعد يخسر في القدره الشرائيه. معناتها لهنا باش نلبيو مطالب اقتصاديه باش نمشيو في ازمه اجتماعيه. بيان سور بيان سور، وهذاك تو اللي قاعد صاير تو، التصادم تو اللي بين معناها الاتحاد التونسي للشغل، مثلا الكريز الاخرانيه معناها التعليم الثانوي، واللي برشا قطاعات راهي باش تحرك، وراه برشا قطاعات قاعده تتفرج تشوف شنو باش يصير مع النقابه نتاع التعليم الثانوي، باش هما زاده يعدلوا سقف المطالب. لا ونفكروا اللي هو مع تقبيلنا نحكيو على حاجه كونتروفيرسي، استئناف الدروس مع مواصله حجب الاعداد، معناتها تحلت لهنا المشكله؟ لا ما تحلتش، هذا سي ان سورسي، معناها جوست روبور نتاع جوست خنحلوا ربع مشكله، من المشكله ماهيش باش تحل. حجب الاعداد معناتها سي ليكيفالون دون اني بلونش، حتى لتو كان ياخذوا حجب الاعداد اي، خاصه الناس اللي في البكالوريا، الناس اللي تحب تقيد البرا، الناس اللي تعمل في دي دوسيي دانسكريبسيون. دونك هذه معناها مشكله كيما قلت لك، هذه سي اون دومي سوليسيون، دومي سوليسيون اللي هي معناها ماهيش سوليسيون. دونك في اي لحظه تنجم ترجع بتوالي. دونك باش نرجعوا لموضوعنا، طالبين زاد هما تجميد الاجور، وطالبين زاد الاسلحه نتاع الشركات العموميه اللي فيهم مشاكل كبيره ياسر، على خاطر فما بهم في برشا شركات معناها فيها مشاكل نتاع فساد، مشاكل نتاع سوء تصرف، سون بارلي دي سوسيتي اللي عندهم ديفيسيت واللي الدوله قاعده تضخ في فلوس فيهم باش تواصل تصرف اجور، الناس ماهيش قاعده تخدم. سمعتوا نتصور ريسامون التصريح نتاع قاعدين في الدار نتاع فوالا، قال لك ناس قاعدين في الدار كو سوا خاطر عندهم دي سيرتيفيكا، كو سوا ما عندهمش خدمه، كو سوا معناها 7-8-9 شهور وهما يخلصوا قاعدين في الدار. فوالا هما قاعدين في الدار، وتلقاهم الناس هذوكم معناها حسب علمي انا فما برشا ناس قاعدين في الاقتصاد الموازي، معناها يخلص هو عند الدوله وتلقى عنده نشاط، يخلص من الاكونومي عنده نشاط اخر، صحيح عنده نشاط اخر. هنا وين رقابه الفساد؟ المشكله كلها راهي انا بالنسبه لي انا هي ضعف الدوله اللي وصلتنا للشيء هذايا، خاطر كي نجي نشوفوا احنا معناها لوغدو كرونولوجيك من 2011 عملت الدوله شريت سلم اجتماعي هش، خاطر قال لك احنا تو في وضع ثوري ودرا شنو، دونك دخلوا الناس الوظيفه العموميه واضرب في ثلاثه الاجور نتاع لا كاتيجوري سي اي دي اللي خلى البرودكتيفيتي تطيح. معناها فما رابور خرج ديبي 2018 قال لك البرودكتيفيتي تحت 15% اللي هي من عند ربي تعبه، انت ضربت لي سيفيكتيف نتاعك في اثنين والبرودكتيفيتي نتاعك نقصت، سكي معناها ابسورد. فهمتني؟ هذه الاولى. ثاني حاجه ضعف الدوله خلى الاحتكار والمضاربة وغلاء الأسعار والتضخم والتهريب ومعه التيروريسم دونك الدولة تو لازم تستعيد دورها. من المشكلة شنو؟ النظام السياسي اللي موجود في تونس تو يخلي اللي ما فماش استمرارية في الدولة، واللي الناس اللي تجي تشد يعرفوا رواحها اللي هما في سيغ ان سيج ايجيكتابل اللي هو ينجم باش يعمل عام، عام ونص، عامين، كنشوفوا المعدل العمر الحكومات بقى في الشيء هذاك. ويوسف الشاهد ديجا تو فما برشا اطراف طالبين اللي باش يمشي بعد الانتخابات ولا قبل الانتخابات. دونك حتى ملف ما يتم دراسته جديا. فوالا وهذيك الفرق بين مانيش قاعد نعمل في البوبليسيتي نتاع الديكتاتوريه راه ولا نتاع النظام السياسي اللي فيه رئيس بركه عنده
كل الصلاحيات. هذاك الفرق، هو يبدا يعرف روحه واللي باش يقعد واللي عنده لي بلان بوفوار، دونك في 5 سنين بار اكزومبل ولا 4 سنين باش يعمل برامج. واحنا نعرفوا اللي اوني سور ان سياج اجكتابل، دونك نقول لك خويا فك عليا فاش قام خاطر يجي اللي من بعدي. وهذا قاعد صاير تو في تونس، وهذاك علاش قاعدين ماشيين ونواصلوا في الوضعيه الاقتصاديه هذه. نخلي لك كلمه الختام وجدي في ديجا فيسا فيسا تعدى الوقت. شو بالنسبه لي انا الوضعيه ديما تقعد وضعيه فما فيها حل، فهمتني؟ مي الحل هذايا ما ينجم يكون كان ب معناها تضافر الجهود نتاع الناس الكل وبتقديم تنازلات. وهنا مش كان المواطن كهو لازم يقدم تنازلات، خاطر ديما قاعدين نقولوا المواطن لازم يضحي، المواطن لازم يضحي، المواطن يضحي معاك كان يراه المواطن مضحي، هو بطبيعته مضحي، هو مضحي بحياته، مضحي بعائلته، مضحي بصحته. اي اما يلزم توريه الامل، يلزم توريه لو بو دو تونيل، يلزمك توريه اللي فما مشروع، اللي فما تغيير باش يجي، وتقول له وقتاش، مش تطلب منه ديما باش يزيد يعمل تنازلات. وهنا يلزم الناس كل تتنازل، الناس كل تحط مصلحه تونس قبل اول حاجه. اما راني نقعد ديما نقول الوضعيه الاقتصاديه صعبه، والوضعيه الاقتصاديه حرجه جدا، لكن بامكاننا التدارك. لو كان السياسيين اللي تم انتخابهم وعندهم هما قياده البلاد يخموا في مصلحه البلاد ويعملوا ويخلقوا بيئه باش نجموا نقوموا باصلاحات ويخليوا الشعب هذا يرجع له الامل. وكم تراو معنا نتائج نتاع صبر الاراء نتاع نسبه التشاؤم واللي هي مفهومه جدا في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اللي موجود تو في تونس. تفضل ارجع للشعب امل. نرجع للشعب. يعطيك الصحة سي وجهي، ميرسي بوكو اللي كنتوا معنا اليوم. نادية كالعادة نحن غدوة رونديفو من 6 ل 10 نتاع الصباح. ميرسي أشرف، ميرسي هبة، هكا تكون كابوتشينو لليوم وفات. بسلامة، باي باي. كاب اف ام الكلمة ليك.